السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده هنكمل مع بعض محاضرة في البطن ان شاء الله، اللي هو رينال ديزيز او امراض الكلى، مع بعض كده في المذكرة صفحة 22. هناخد بس حاجة اسمها كرونيك رينال فيلر، اللي هو فشل كلوي مزمن. is a permanent disease، يعني disease permanent disease due to decrease في اللي هو GFR، اللي هو glomerular filtration rate، يعني اقل من 30. glomerular filtration rate يعني فلترة الكلى او قدرة الكلى على ان هي تفلتر بتقل. it is a permanent disease، يعني permanent disease يعني disease مش permanent، يعني مستمر او لا يمكن اصلاحه بعد كده، هوت اللي هو permanent disease اللي هو مستمر. decrease of the glomerular filtration rate اللي هو فلترة الكلى او function بتاع الكلى بيقل. احنا قلنا اهم حاجة function of kidney ايه، او الكلى، ان هي تعمل filtration of the all blood. لو filtration دوت قل او ما كانش بالsufficiency الكافي، بيحصل ايه؟ chronic renal failure، اللي هو الفشل الكلوي المزمن. طب اسبابه رينال ديزيز او سيستميك ديزيز. رينال ديزيز يعني حاجه في الكدني نفسها، ديزيز في الكدني، او سيستميك ديزيز او سيستميك ديزيز ايه عطا. اول حاجه ناخد رينال ديزيز، يعني مشكله عندنا في الكلى. ان اكيوت اند رينال فيلير، لو في اكيوت رينال فيلير اللي هو فشل كلوي حاد، الاكيوت بيقلب لكرونيك. طب او يوناري تراكت انفيكشن، او سيستيك كدني، او رينال فاسكولار ديزيز، urinary tract obstruction. يبقى انواع الرينال او اسباب الرينال فيلير، كرونيك رينال فيلير حاجتين، حاجه في الرينال في الكدني نفسها، وحاجه في السيستميك، سيستميك ايه ديزيز. رينال اول حاجه اللي هو اكيوت رينال فيلير او urinary tract infection، التهاب مزمن في urinary tract. سيست الكدني، سيست الكدني يعني الكدني بيبقى فيها كذا سيست، سيست يعني اكياس، اكياس اسمها سيست الكدني. او رينال فاسكولار ديزيز، السبب بقى في البلاس سبلاي بتاع الكدني، اما مثلا استينوزيز او كلوت. او يوناري تراكت اوبستراكشن، يعني ايه؟ في انسداد في يوناري تراكت، مثلا في ستون او اي حاجه، مشكله في يوناري تراكت. ده اللي هو رينال ديزيز. يبقى رينال ديزيز اكيوت رينال فيلير او يوناري تراكت انفيكشن، سيستيك كدني، او رينال فاسكولار ديزيز، او يوناري تراكت ايه اوبستراكشن. سيستميك ديزيز حاجتين، دايابيتس ريتينوباثي، يعني حاجه في ريتينوباثي، حاجه دايابيتس اللي هو السكر، او دي هيدريشن. يبقى اسباب سيستميك اللي هو دايابيتس اللي هو السكر، او دي هيدريشن اللي هو الجفاف او نقص الفلويد في الجسم. ده اسباب كوزز اوف ذا ايه فاكتور. سيمتوم وساينس، ايه سيمتوم وساينس بتاعتنا؟ يا حاجه اسمها يوريميك سندروم. يوريميك سندروم يعني متلازمه على بعضها، كذا حاجه بتحصل في الكرونيك رينال فيلر اللي هو سيستميك يوريميك سندروم. اللي هو ايه؟ اول حاجه بولي يوريا، اولجو يوريا، انت ان يوريا، يعني كل انواع بولي يوريا. قلنا يعني ايه؟ تكرار البول. اولجو يوريا يعني كميه يورين قليله، ان يوريا يعني مفيش ايه يورين اطلاقا. يبقى ممكن يحصل بولي يوريا وبعديها بتحول الى اولجو يوريا وبعدين ان يوريا. انكريس يوريك اسيد وتريجليسيرايد والجلوكوز، يبقى ده كله مشكله فيها. بيزيد اليوريك اسيد، بيزيد التريجليسيرايد اللي هو الدهون الثلاثيه، بيزيد والجلوكوز بيزيد. ميتابوليك اسيدوزيس، نوزيا، فوميتنج اند انوركسيا، يعني الاسيد بيزيد في نوزيا عنده ميل للكويل، وفوميتنج ممكن فوميتنج واي وانوركسيا. يبقى نوزيا وفوميتنج وانوركسيا اند ميتابوليك اسيدوزيس. تاني حاجه جي اي تي بليدنج، ممكن يحصل ايه في البيدنج في الجي اي تي، دايريا، امبوتنس اند امينوريا. يبقى ممكن يعمل جي اي تي بليدنج او بليدنج، دايريا اللي هو ممكن اسهال، امبوتنس اند امينوريا. بيحصل فاتيج، ديبريشن، انسوميا اند بيوريتس. فاتيج وديبريست، ديبريست يعني في اكتئاب، انسوميا عدم ارتياح في النوم، اند بيوريتس او انفلاميشن في البلورير ايه كافيتي اللي هو حوالين ايه اللون. بلمالي إديمة، هايبنتيشن and chronic heart failure. يعني ممكن يحصل عنده بلمالي إديمة، ارتشاح المية، مية عرقة، هايبرتينشن ضغط عالي، وممكن يصل لـ chronic heart failure، ايه heart failure اللي هو فشل في القلب.
يحصل انيميا بليدنج اند بالور، يبقى انيميا وبليدنج بالور. بيوريتس دراي سكين اند انكريز بريسبشن اند ريتينتنج ريتينوباثي، يعني ممكن كومبليكيشن السكين نفسه يبقى دراي، في عندنا هرش في الاكلان، وهرش في الاكلان هو ايبروديس، هو هرش فيها ايه، بيزود التعرق، بيقلل التعرق، بيعمل كل الحاجات ديت. يعني نقراها مع بعض تاني، دوت ايه، يوريميك سندروم متلازمه، مش كلها ممكن تحصل، ممكن يحصل فيه جزء وجزء ما يحصلش، اللي هو بوليوريا، اولجيوريا اند انيوريا، انكريز يوريك اسيد وتريجليسيرايد والجلوكوز، ميتابوليك اسيدوزيس، نوزيا فوميتنج اند انوركسيا، جي اي تي بليدنج، دياريا، امبوتنس اند امنوريا، فاتيج، ديبريشن، انسوميا اند بوريتس، بالمونري اديما، هايبر تنشن اند كرونيك هارت فيلير، انيميا، بليدنج اند بالور، بوريتس، دراي سكين اند انكريس بريسبشن و ريتيمين ريتروباثي. طيب كومبليكيشن مضاعفاته ايه؟ هايبر تنشن، هارت فيلير، لوز اوف بودي تيشو، صوديوم اند فلويد، يحصل ريتنشن، كوما اند ديس. يبقى العيان ده عنده ضغطه عالي، هايبر تنشن، ممكن يتصل بهارت فيلير، بيعمل ايه ريتنشن؟ بتلاقي عيان اللي كل فيلير بيحصل ايه، مورم كله على فكره، على فكره ايه، متنفخ كده او مورم نتيجه للصوديوم اند ايه فلويد ريتنشن. كوما اند ديس، ممكن يوصل ان هو يدخل في غيبوبه ويحصل له ايه، ديس. كومبليكيشن تريتمنت، حاجتين اهم حاجة، ده عنده ان الكلى هتشيح، ده ديزيز بيرمننت يعني مستمر، مش حاجة مؤقتة وهيصلح تاني، فبالتالي هيبقى العيان ده عنده تريتمنت حاجتين بس، اما كرونيك هيمو دياليسيس بردوي او بردينيال دياليسيس اللي هو بيغسل، هيمو دياليسيس اللي هو غسيل كلوي، او بردينيال دياليسيس اللي هو غسيل عضلي لايه، الغشاء البروتيني. يبقى ده احنا يعني كأننا مكنة الغسيل ده كأنها كلى صناعيه، الناس العيان او المريض ده بيتحط عليها عشان بيغسل فيها الكلى، او رينال ترانسبلانتيشن، او الحل ان هو يعمل له ايه، زرع كلى. يبقى تريتمنت في الكرونيك رينال فيلر هو حاجتين بس، يا اما كرونيك هيموداليسيس اللي هو غسيل كلوي على طول، او بروتونيال تاليسيس او غسيل بروتوني، او رينال ترانسبلانتيشن ان هو بيزرع له كلى. ماشي يا بنات، يبقى دوت اللي هو كرونيك رينال فيلير اللي هو الفشل الكلوي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.